دول 37% منهم تحت 17 سنة. عاوز أقول لحضراتكم إنه في عندنا 21% من هؤلاء الأطفال بيمروا بظروف صعبة. إحنا عندنا 9 مليون طفل تحت خط الفقر. 9 مليون طفل تحت خط الفقر. لما بنتكلم عن العنف ما بنتكلمش بس عن إن إحنا نخوف أولادنا بإن إحنا نشكل فيهم، ما بنتكلمش بس عن إن إحنا نزعق بأولادنا أو نضربهم، دي أشكال عنف، ولكن الأطفال الفقراء في مصر يتعرضوا لعنف أشد قسوة وأكثر عمقا من الضرب والزعيق. الزواج المبكر عنف، انسحاب الأولاد من التعليم ودفعهم لسوق العمل عنف، الإنجاب المبكر عنف، وختان الإناث عنف. الفقر بيدفع للعنف الأسري، والفقر بيدفع لتفكك الأسرة فبيدفع بالأولاد للشارع.